ورجع لكم تاني في الفقرة الثانية، فقرة مواهب على الطريق. معي برعميني من براعم نادي الزرع الرياضي، أحد أندية الممتاز به، اللاعب محمد مصطفى مواليد 2007. أهلا وسهلا محمد، ازاي حضرتك يا عامل ايه يا كابتن؟ حبيبي؟ الحمد لله أخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كويس. الحمد لله. واللاعب نجم مواليد 2009، اللاعب زياد علي. قال لنا زياد، عامل ايه؟ الحمد لله. سعان ولا ايه؟ نعم كابتن. حبيبي طبعا عايز اتكلم عن قطاع البراعم بنادي الزرقاء، قطاع محترم بدأ بالفعل تجريب يعني اختيارات اللاعبين بعد الاختبارات، وفي نفس الوقت يعني بدأنا نقف على مستوى بعض اللاعبين المميزين، وبالأخص في مواليد 2007 و2009، واخترنا نجمين من نجوم البراعم بنادي الزرقاء. محمد مصطفى، قول لي كده، بدايتك لعبت فين؟ في نادي الحمراوي الرياضي. نادي الحمراوي الرياضي في كفر الشيخ. مواليد كام انت؟ 2007. 2007. مركزك ايه بقى في الملعب؟ هاف شمال. هاف شمال، يعني انت بدأت في نادي الحمراوي 2007. تمام. مرنك مين بقى في نادي الحمراوي؟ اول اسيسني الكابتن احمد الرواني، كابتن احمد الرويني. والكابتن اسامه والكابتن محمد عطيه، بشكرهم ده عشان وقفوا جنبي ووصلوني لغايه نادي الزرقاء. تمام. طيب بالنسبة زياد، قول لي بقى انت بدأت فينا زياد نادي بقى، الترسانة. يعني انت بدأت في نادي الترسانة، مركزك ايه بقى في الملعب؟ هاف يمين. هاف يمين، انت بدأت في نادي الترسانة البراعم السنة اللي فاتت. تمام. حاليا في نادي الزرقاء، منتقل من الترسانة لنادي الزرقاء. مين اللي كان مرنك بقى في الترسانة؟ كابتن عمر. كابتن عمر. والأول في نادي الزرقاء؟ الكابتن محمود إناو. الكابتن محمود إناو، المدربين المميزين. كابتن محمود يعني عامل شغل معاكم كويس، اتمرنوا بقى كويس بقى؟ كابتن. وايه الاخبار؟ الحمد لله يا كابتن. ايه، قول لي واتكلمنا عن التدريبات كده زياد، كده التدريبات كويسه؟ كابتن. بتستفاد يعني، في استفاده؟ بنستفاد يا كابتن. تشتغلوا خططي ومهاري وبدني؟ كابتن. كابتن محمود هو القائم على التدريبات. مركزك انت قلت لي ايه؟ هاف؟ هاف يمين. هاف يمين. طب كويس يا زياد. قول لي يا محمد مصطفى كده، يعني انت حابب تكون زي مين كده؟ زي كريستيانو رونالدو. كريستيانو، انت بان عليك كريستيانو، مش بعيده كده نشوف حاجه كويسه كده ان شاء الله. قول لي زياد بقى، انت برضو حابب تكون زي مين كده؟ محمد صلاح كابتن. محمد صلاح، انت بتحب محمد صلاح؟ ربنا يوفقك كده ونشوفك زي محمد صلاح كده يا حبيبي ان شاء الله. اللي قول لي بقى كده، يعني بتحب محمد صلاح ليه؟ لعيب كويس، شرف مصر. ايوه كابتن. واجتهد. اجتهد. ده عربي وبتاع، حاجه حلوه يعني، حاجه حلوه عشان ابن بلدي مصري، بدات اشجعه. تمام. وعايز اكون زيه، واخده قدوه ليك. صح. ماشي يا زياد. قول لي يا محمد كده، يعني احسن مباراه لعبتها بقى؟ احسن مباراه لعبتها كنت في طنطا. في طنطا. عملت خسرت ولا كسبت بقى؟ خسرنا 6-1. 6-1 بس، يعني انت اديت اداء كويس. وانت زياد بقى، احسن مباراه لعبتها بقى؟ ضد المقاولين العرب كابتن. كنتوا بتلعبوا المقاولين العرب. وعملتوا ايه بقى؟ فزنا 5-1. 5-1 على المقاولين، حته واحده. ماشي يا عزيز. قول لي كده، بالنسبه للتدريبات والموجوده حاليا في قطاع البراعم في نادي الزرع، الاستفاده كويسه؟ ايوه. وكلمني بقى شويه عن ال نلعب بدني يا كابتن. وبنلعب يعني تشتغلوا شغله كويس، الادوات متوفره، الملعب كويس. أيوة. يعني في استفاده. ايوه. طبعا الكابتن طارق حمدي طبعا المسؤول عن قطاع البراعم، طبعا بدا بعمل مباريات وديه هذا الاسبوع ان شاء الله، للوقوف على مستوى اللاعبين لاستئناف الدوري ان شاء الله باذن الله، بحيث وقوف اللاعبين على المستوى، وتم انتقاء اللاعبين الجيدين بالقطاع، وفي نفس الوقت يعني مجموعه كويسه من المدربين المتواجدين في قطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي. قول لي بقى، مين اللي واقف جنبك يا زياد كده ومساندك كده؟ بابا وماما وجدي الله يرحمه اللي شجعني واللي وفاني في الكوره. يعني جدك الله يرحمه هو اللي يعني كان بيخليك تلعب كده وتتمرن؟ ربنا يرحمه يا رب. وانت بقى مين اللي واقف جنبك يا بابا وماما واخواتي؟ واخواتك برضو واقفين جنبك بيساندوك كده؟ طب احنا عايزينكم تبقوا حاجه كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا يا ريت تحضر لنا
الكابتن. طيب ماشي، معانا مداخلة هاتفية الكابتن محمد سعد المدير التنفيذي بنادي المنتصر السكندري. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الأعزاء. الله يخليك كابتن، قول لي كده سريعا أحوال وأخبار نادي المنتصر هذا الموسم. والله كابتن احنا السنة اللي فاتت كان طبعا عندنا مواليد 2002 ووصلوا للقطاعات، والسنه دي طبعا لظروف كده عدم الاشراك بفريق مواليد السنه دي 2002، لان كان في متطلبات من الجهاز الفني كده تفوق. يعني تم تسريح ال 2002 يا كابتن؟ كابتن، لان الوضع صعب وكان في طلبات كده يعني انا غريبه من نوعها للجهاز الفني. وانت عارف حضرتك ان احنا كنا داعمين كمجلس اداره بقياده المهندس محمد خليل رئيس النادي، والكابتن حسن عبد الله رئيس اللجنه الرياضيه، والكابتن ابراهيم سعد ده عضو مجلس الاداره، وكنا كلنا متفقين حوالين الفريق. لكن السنه دي حصل كده من الجهاز الفني شويه متطلبات، لما احنا قعدنا درسناها مع الجهاز الفني فاقت الامكانيات الماديه عندنا. انت عارف احنا من الانديه الشعبيه. بس يا كابتن محمد معلش، كان لازم التكاتف من اجل هذا الفريق، يعني فريق قوي، فريق تصدر مجموعته، صعد لدوري قطاعات، ازاي افرط في هذا الفريق حتى لو الامكانيات برضو يعني في تكاتف؟ طبعا احنا حاولنا بكل الطرق مع الجهاز الفني اللي كان مسؤول عن فريق 2002، لكن كان متطلبات الجهاز الفني بالاضافه للاعبين بداوا يطلبوا حاجات يعني تفوق. احنا طبعا كمجلس اداره صعب جدا ان انت تطلع يعني ميزانيتك اللي هي تكاد تكون محدوده لفريق كره القدم. انت عارف الانديه الشعبيه والدعم بتاع شو الرياضه ضئيل جدا يعني. طيب انتوا عندكم فرقه ولا كده خلاص؟ عندنا السنه دي، لا احنا عندنا يعني هتبقى ان شاء الله بكره الثوره الجديده فريق البراعم مواليد 2007 و2009 بقياده الكابتن محمد الجمل تمام واحمد شيكا. دولت ان شاء الله السنه دي احنا متوقعين ان هم دولت اللي هنشتغلوا عليهم ان شاء الله، وهم دولت اللي هيبقوا زي ما يعني بيسموه كده المفرخه الوحيده للناشئين فيما بعد لما يوصلوا لمراحل السنيه ثانيه. ان شاء الله كده يكون في قطاع قوي للبراعم باذن الله كابتن محمد. شكرا جزيلا كابتن محمد سعد المدير التنفيذي بنادي المنتصر الرياضي. والله يعني حاجه عجيبه، فريق محترم فعلا، شفناه السنه اللي فاتت احتل المركز الاول مجموعه الاسكندريه، صعد لدوري القطاعات، ولكن للاسف الشديد تم تسريح اللاعبين الجيدين المميزين في النادي. ربنا يوفقهم كده ويكرمهم كده ونشوفوا حاجه كويسه. قول لي يا زياد كده بالنسبه لقطاع البراعم بنادي الزرق، يا مبسوط كده في يعني حاجه كويسه، في تغيير عن الاول؟ كابتن بدات المباراه وديه ولا لسه هتبدا الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ تبدا الاسبوع اللي جاي؟ زعلان ولا زياد؟ زعلان. قول لي محمد ومصطفى كده 2007 بقى عامله ايه بقى في القطاع؟ حلوه كويسه؟ مين اللي بيمرنك بقى؟ الكابتن محمد كمال. كابتن محمد كمال، المدربين المحترمين برضو، من ما ينسوش الكابتن محمد كمال من المدربين المميزين بقطاع براعم نادي الزرقاء الرياضي. زياد قول لي كده يعني حابب توجه بقى كلمه كده لمين بقى، توجه له شكر بقى في للمدربين؟ الكابتن محمود هلاوي. عشان هو المدير الفني بتاعك؟ كابتن. وانت بتلعب عشان انت لاعب مميز مش عشان حاجه، لان انت لاعب من لعيبه كويسه، اللعيبه اللي ان شاء الله نتنبا له بمستقبل طيب، جاي لنا من الترسانه هذا الموسم، لاعب مميز جدا من اللاعبين المميزين لمواليدي مواليد 2009، وان شاء الله نتنبا له بمستقبل طيب باذن الله. وكذلك اللاعب محمد مصطفى من اللاعبين المتميزين بقطاع البراعم لفريق ال 2007 بنادي الزرقاء الرياضي. يا ريت تحضروا لنا الصور عشان نعرضها. جاهزين؟ طب يلا بينا. طبعا ده فريق نادي الماكس مواليد 2008، ده فرقه كويسه جدا بقياده الكابتن محمد ادري، قطاع الاسكندريه، فرقه جيده فيها يعني توفيق، عمر دراز، يوسف، احمد حمدتو، لعيبه جيده جدا من اللاعبين المميزين لقطاع البراعم بنادي الاسكندريه. كان عندهم مباراه
اول امس مع نادي ابو قير الاسمنه وكسبوا ابو قير الاسمنه 3-1. ده اللاعب احمد دونجا من اللعيبه المميزين، لاعب نادي الرجاء السابق، وتم انضمامه لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، ومعه الكابتن محمود حنفي المدير الفني للفريق. اللاعب حسام، اللاعب سمير رمضان ابو سعود، اللاعب عمر اشرف مواليد 2005، من اللاعبين المميزين، تم انتقاله من نادي طلائع الجيش لنادي الزرقاء، من اللاعبين المميزين جدا لفريق ال 2005، اللاعب عمر اشرف، تذكروا هذا الاسم جيدا، من اللاعبين المراوغين جيدا، ومن اللعيبه المميزين اللي يكون لهم ان شاء الله مستقبل طيب في القريب العاجل. اللاعب محمد حسن من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا ده فريق ال 2004 بنادي الزرقاء الرياضي، من اللعيبه المميزين، في لعيبه جيدين فعلا، بدأوا بالفعل المباريات الوديه، وطبعا طالعين معسكر ان شاء الله الاسبوع المقبل للوقوف على المستوى والاستعداد للدوري. فريق 2003 بقياده الكابتن احمد، الكابتن حاتم الكومي ومساعده الكابتن احمد حمد، فريق جيد جدا. طبعا مدربين القطاع والمشرفين الكابتن اسامه حسن المدير الفني للقطاع، والكابتن احمد دودار مدير القطاع، طبعا عاملين شغل كويس في القطاع، والكابتن شعبان إناوي المدير الإداري لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، كابتن علي غازي المدير الفني لمواليد 2001 بنادي الزرقاء الرياضي، أحد أندية الممتاز به، وسبق له تدريب نادي إنبي ونادي الإنتاج الحربي. اللاعب كريم خالد نجم نادي طنطا السابق، تم الانضمام لنادي الزرقاء الرياضي ليكون إضافة قوية لفريق 2002، طبعا مكتشفه الكابتن صلاح سعد من اللاعبين المميزين. وكذلك اللاعب حازم عماد مواليد 2003، لاعب نادي غزل بورسعيد السابق، ويمتاز اللاعب بالقوة البدنية في مركز السرد باك، وإن شاء الله نتنبأ له بمستقبل طيب بإذن الله. طبعا اللاعب أحمد عاطف مواليد 2005، قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. وكذلك اللاعب أحمد كمال المرسي مواليد 2005، من اللاعبين المميزين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا صورة اللاعب مروان مصطفى، طبعا برعم مواليد 2008، تم انضمامه لنادي الزرقاء، لنادي المكسب الاسكندريه، من اللاعبين المميزين طبعا تحت قياده واشراف الكابتن جمال عبد الحليم شلبي. طبعا ده قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. قدامكم صوره مواليد 2009 اللي فازوا النهارده على نادي الشيخ زايد بخماسيه نظيفه بقياده الكابتن رأفت نور الدين والكابتن اشرف عطيه المدرب المجتهد من المدربين الصاعدين الواعدين. وطبعا فريق قوي جدا، فريق 99 بنادي الزرقاء الرياضي، وان شاء الله سيتم تصعيد اكثر من لاعب للفريق الاول باذن الله. ده اللاعب احمد عاطف طبعا مواليد 2005، من اللاعبين المميزين بنادي الزرقاء الرياضي. واللاعب احمد كمال مرسي مواليد 2005 ايضا، من اللاعبين المميزين بقطاع ناشئين نادي الزرقاء الرياضي. اللاعب مروان مصطفى مواليد 2008، حدودة قروية، لاعب موهبة بقطاع الاسكندرية، ويتم اكتشافه من قبل الكابتن جمال عبد الحليم، وحاجة يعني كويسة، وان شاء الله مستقبل طيب بإذن الله. طبعا في ختام هذه الفقرة، طبعا قول لي يا زياد كده بقى، حابب تشكر مين للمرة التانية بقى قبل ما نختم معاك بقى؟ المدربين، عايز تشكر مين في المدربين بقى اللي وقفوا جنبك ومرنوك؟ الكابتن محمود هناوي، تمام، والكابتن طارق، والكابتن طارق، كابتن طارق، تمام، كابتن محمود هناوي المدير الفني للفريق. ماشي. وانت محمد مصطفى؟ الكابتن اسامه الشامي والكابتن محمد عطيه. ماشي.
طبعا في ختام هذه الفقره بشكر البرعومين الجميلين، اللاعب زياد علي مواليد 2009 واللاعب محمد مصطفى مواليد 2007. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن محمد بيبو المدير الفني لمواليد 2005 بالنادي الزرق الرياضي، والكابتن اسامه الشامي مدير اكاديميه الكابتن بمحافظه كفر الشيخ.